عند هذه النقطة أعتقد أنكم تعلمون ما هي عملية الضرب، وما أود توضيحه في هذا العرض هو المزيد من الأمثلة، ويمكنك البدء بتذكر جداول الضرب، وإذا كنت متابعاً لدروسي ستعلم أنني لست من المعجبين بالحفظ، لكن شيئا واحدا عن عملية الضرب هو إذا قمت بحفظ جداول الضرب فستستطيع البدء بهذا الدرس وسوف تشعر بفائدة هذا في المستقبل، لكن أعدكم إذا ما قمتم بحفظها الآن فلن تنسوها طيلة حياتكم. لا أريد أن أكذب عليكم، ولكن سيكون أفضل من إذا لم تقوموا بحفظها. إذن ما هي جداول الضرب؟ إنها جميع الأعداد مضروبة ببعضها البعض، لذلك دعونا نعمل مراجعة سريعة. فإذا قلت ما هو 2 ضرب 1، هذا يعادل 2 مرة واحدة، وهذا يساوي 2. إذن هي 2 بنفسها مرة واحدة، ولا يجب أن أقول مجموعة أشياء في الوقت ذاته هي تساوي 1 مرتان، أي 1 + 1 يساوي 2. هذا كافيا، 2 ضرب 1 يساوي 2. الآن ما هو 2 ضرب 0؟ حسنا، يساوي 0. إذن لا بأس إذا لم تقم بحفظ جدول الصفر، لأن كل عدد مضروبا بالصفر سيساوي 0. دعونا نرى ما حاصل 2 ضرب 2. 2 ضرب 2، حسناً هذا يساوي، سنقوم بجمع 2 لنفسها مرتين، 2 + 2، وهذه طريقة أخرى للتعبير عن الضرب، فيمكن القول أن 2 ضرب 2 هي نفسها 2 + 2 يساوي 4. الآن ما حاصل 2 ضرب 3؟ هذه تعادل 2 + 2 + 2، أيضا تعادل 3 + 3. تعلمنا في درس سابق أن عملية الضرب تبديلية، وبالتالي ما هو الناتج؟ حسنا، 3 + 3 تعادل أيضا 2 + 2 + 2 ويساوي 6. حسنا، الآن ما حاصل 2 ضرب 4؟ هذا يساوي 2 + 2 + 2 + 2. لاحظ أنها بالضبط كـ2 ضرب 3، هنا كانت 2 ضرب 3، لكن هنا يجب إضافة 2 أخرى. إذا شعرنا بالكسل حيال القيام بجمع 2 + 2 يساوي 4، 4 + 2 يساوي 6، وبدأ من القيام بذلك نحن نعلم أن هذا يساوي 6. إذن أوجدنا ذلك سابقا. الآن يمكن القول أن 4 ضرب 2 يساوي 6 + 2 ويساوي 8. وأتمنى أنك رأيت المثال وكيف تدرجنا من 2 ضرب 1 إلى 2 ضرب 2، ثم 2 ضرب 3، وما يحصل، ما مقدار ما نزيده هنا؟ عند الانتقال من 2 إلى 4 نحن نضيف 2، ومن 4 إلى 6 أضفنا 2، ومن ثم 6 إلى 8 أضفنا 2. يمكنك الآن إيجاد حاصل ضرب 2 ضرب 5، هذا يعادل 2 + 2 + 2 + 2 + 2، ويمكن كتابتها أيضا على النحو 5 + 5، كما أن 2 ضرب 4 يمكن كتابتها على النحو 4 + 4. وكم يساوي هذا؟ يمكن أن نقوم بجمع هذه الأعداد، أو يمكن أن إضافة 2 على الناتج السابق. إذا نقول أن هذا يساوي 10. أريد أن أنهي جدول 2 لدينا 2 ضرب 6 يساوي 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2. وهذا يعني أيضا جمع 6 مرتين، وهذا يمكن أن يفسر بكلتا الحالتين وسيساوي 12. مرة أخرى أكثر بمقدار 2 من ناتج 2 ضرب 5، لأننا نقوم بإضافة 2 في كل مرة، سيكون التالي أكثر بـ2. لنستمر، 2 ضرب 7 وهذا يساوي 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2. هذا أصبح متعبا، 1 2 3 4 5 6 7، وهو نفس 7 + 7، وربما أنت تعرف أنه يساوي 14.
يمكنك القول أن هذا أكثر من 12 بمقدار 2، إذن 12 زائد 1 يساوي 13، و 12 زائد 2 يساوي 14. لنستمر إذن، 2 ضرب 8، يمكن أن أقوم بإضافة 2 هنا، أو أن أقول هذا يعادل إضافة 2 في كل مرة، لذا يمكن القول أن هذا يساوي 14 زائد 2 ويساوي 16، إذن هذا يساوي 8 زائد 8، والناتج أيضا 16. لقد أتممت جدول الاثنان، وأردت أن أفعل ذلك حتى تستفيدوا. يمكننا القيام بذلك للأبد، حيث لا يوجد عدد معين يمكن أن أوقف عنده. يمكنني أن أستمر 2 ضرب 9 ضرب 10 ضرب 100 ضرب مليون، لكنني أرغب بالتوقف عند 12، لأن هذا ذلك متعارف عليه في جداول الضرب في الرياضيات. عليك أن تصل إلى ما بعد 20 حتى تكون رياضيا حقيقيا. 2 ضرب 9 يساوي 18، وهو 9 زائد 9 أيضا. ما حاصل 2 ضرب 10؟ وسنرى مثالا عندما نحاول انتهاء من جداول الضرب بالكامل. 2 ضرب 10 يساوي، وهو زيادة 2 عن السابق، ويساوي 20، أو يمكن أن نقول أيضا 10 زائد 10، نجمع 10 مرتين. الآن ما هو الشيء الممتع في هذا؟ هذا يبدو وكأنه 2 مع 0، وسوف ترى هذا أن عندما نضرب أي عدد بمضاعفات العشرة فإننا نضيف عدد الأصفار إلى جانب العدد. هذه هي 20، انتهينا تقريبا. 2 ضرب 11 سيكون الناتج عبارة عن زائد 2 للناتج السابق، أي 22. وهذا آخر مثير للاهتمام، لدي عدد مكرر مرتين مثير للاهتمام، أليس كذلك؟ إذا نظرنا إلى جداول الضرب، وثم أخيرا وليس آخرا يمكن أن نستخدم اللون الأزرق. 2 ضرب 12 يساوي 2 إضافية عن السابق، أي 2 زائد 22 يساوي 24، 12 زائد 12 يساوي 24 أيضا. إذن هذا جدول ضرب العدد 2، كنت أضيف 2 إلى الناتج. الآن وقد رأينا النمط في هذا، دعونا نرى إذا كان يمكننا إكمال باقي جداول الضرب. ما أريد فعله بالضبط هو كتابة جميع الأعداد، دعونا نرى. أرجو أن يكون لدي مساحة كافية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. في الواقع سأكتب حتى العدد 9، في الواقع ليس لدي مساحة كافية للقيام بذلك، لأنه أريد أن أكتب بكافة العدد ولكن لأكتفي بتسعة. إذن هذه قائمة الأعداد الأولى التي سأجري عليها الضرب، وسأضرب بواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. إذن ما طريقي لفعله هو بداية كتابة هذا الأسفل قليلا. 1 ضرب 1 يساوي 1، وواحد ضرب 2 يساوي 2، 1 ضرب 3 يساوي 3، فالعدد المضروب بواحد يعطيني العدد نفسه، إذن 4 5 6 7 8 9. 1 ضرب 9 يساوي 9، هذا يكفي. دعونا الآن نبدأ بجدول 2، سأفعل هذا باللون الأزرق، اللون هو أغمق بقليل. الآن سأكتب 1 ضرب 2 2، هو نفسه 2، لاحظ أن هذان عددان متساويان. 2 ضرب 2 يساوي 4، 2 ضرب 3 يساوي 6، لقد فعلنا ذلك. في كل مرة تقوم بالضرب بعدد أكبر عليك فقط أن تضيف 2 على الناتج. 2 ضرب 4 8 هو نفس 4 ضرب 2. 2 ضرب 5 يساوي 10، 2 ضرب 6 يساوي 12. في كل مرة أقوم بإضافة 2، وكما أضفت 2 في الخطوات السابقة ها أنا أضيف 2 أيضا. 2 ضرب 7 يساوي 14، 2 ضرب 8 16، و2 ضرب 9 18. حسنا، سنبدأ الآن بجدول ضرب العدد 3. سوف نفعل ذلك باللون الأصفر. أصفر. 3 ضرب 1 يساوي 3، لاحظ 3 ضرب 1 هي نفسها 1 ضرب 3، نفس القيمة. و3 ضرب 2 هي نفسها 2 ضرب 3، ويجب أن يكون نفس الناتج.
ويساوي 6، وهذا منطقي. إذن 3 زائد 3 يساوي 6، أو 2 زائد 2 زائد 2 يساوي 6. إذن في كل مرة هنا سنقوم بإضافة 3، ويمكن مشاهدة النمط 3 ضرب 3 9، 3 زائد 3 زائد 3، ننتقل منها إلى 3 ضرب 4 12، أضيف 3 في كل مرة، 12 زائد 3 يساوي 15، 15 زائد 3 18، 18 زائد 3 21، 21 زائد 3 24، 24 زائد 3 يساوي 27، إذن 3 ضرب 9 يساوي 27، و 3 ضرب 8 24، حتى لو قلت 8 زائد 8 زائد 8 سيكون الناتج 24. دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نسرع قليلاً، حيث أننا رأينا النمط ويجب عليك فعل هذا بمفردك، وعليك حفظ كل شيء فعلناه والوصول إلى جدول 12 باتباع النمط ذاته. لذا دعونا نرى 1 ضرب 4 يساوي 4، وهنا سأضيف 4 في كل مرة، إذن 4 زائد 4 يساوي 8، 8 زائد 4 يساوي 12، 12 زائد 4 يساوي 16، 16 زائد 4 يساوي 20، 20 زائد 4 24، 4 ضرب 6 يساوي 24. إذن 4 ضرب 7 28، أنا فقط أضيف 4 ثم 32 و 36. حسنا، 5 ضرب 1، 5 ضرب 1 يساوي 5، علي أن أغير اللون وأقوم بعمل صفوف كهذه. 5 ضرب 1 يساوي 5، 5 ضرب 2 يساوي 10، 5 ضرب 3 15. أنا فقط أقوم بإضافة 5، جدول العدد 5 ممتع لأن كل عدد تضربه بخمسة. بالمناسبة ستتعلم أن العدد الفردي والعدد الزوجي في المستقبل، لكن كل عدد نضربه بخمسة سينتهي ناتجه بخمسة، والعدد الذي يليه سينتهي بصفر. لأنك على سبيل المثال إذا قمت بإضافة 5 إلى 15 20، 25 30، 35 40، 45. هذا كاف. جدول العدد 6، دعوني أقوم باستخدام اللون الأخضر. 6 ضرب 1 يساوي 6، هذا سهل، وعندما نضيف 6 إلى هذا سيكون 12، و 6 18، ونضيف 6 أخرى نحصل على 24، أضيف 6 30، ومن ثم 36، 42، 48، 48 زائد 6 يساوي 54. حسنا، نحن هنا 7 ضرب 1 يساوي 7، 7 ضرب 2 يساوي 14، 7 ضرب 3 21، 7 ضرب 4 28، و 7 ضرب 5 هو نفس 28 زائد 5، ثم نضيف 2 زائد 5 فيصبح لدينا 35، 7 ضرب 6 42، و 7 ضرب 7 49، 7 ضرب 8 يساوي 56. ودائما يختلط علي الجواب هنا مع 6 ضرب 9، وكما أوضحت لكم بأن دائما الأمور تختلط عليها عند هذان العددان، وهذا يعود لكم بأن لا تنزعجوا. يمكنك القول أن 7 ضرب 8 فيها 6 بالجواب، بينما 6 ضرب 9 لا. هذه هي الطريقة التي أفكر بها، 7 ضرب 9، ونحن في طريقنا لإضافة 7 أخرى، الناتج يكون 63، سوف أكتبها بلون هذا. حسنا، نبدأ بجدول 8، 8 ضرب 1 يساوي 8، 8 ضرب 2 يساوي 16، 24 هو 8 ضرب 3 ويعادل 3 ضرب 8 أيضا. هنا ها هي، هاتان القيمتان متساويتان. نحن في الواقع نقوم مرتين بالإجابة في حسب الضرب التبادلي ما بين الجدول 3 و 8. 8 ضرب 4 نضيف 8 يساوي 32، ثم 40 بإضافة 8 48، ونضيف 8 أخرى، 6 ضرب 8 يساوي 48،
هنا 8 ضرب 7 أوجدنا ذلك سابقا هو 56، 8 ضرب 8 64، و 8 ضرب 9 72. الآن دور جدول 9 وشارفة الألوان على الانتهاء. ربما سأعد استخدام لون أو لونين، سأستخدم اللون الأزرق مجددا. 9 ضرب 1 يساوي 9، وفي الحقيقة نحن نعرف النواتج 18، ويمكن أن أخذها مما قمنا به سابقا، مثلا 9 ضرب 3 هي نفسها 3 ضرب 9 ويساوي 27. قم بإضافة 9 إلى ذلك، 27 زائد 9 36، 9 زائد 36 يساوي 45. لاحظ في كل مرة نقوم بإضافة 9 فأنت ترتفع بالعدد بحدود 10 تقريبا، لكن أقل بواحد. إذا أكثر من 10 يكون 46 ناقص 1 45. على أي حال لاحظ منزلة الآحاد، سوف نتحدث عن هذا في المستقبل. فنحن ننتقل من 9 إلى 8 إلى 7 إلى 6 إلى 5 وهكذا في الرقم الأول، بينما ننتقل في الرقم هذا من 1 2 3 4. إذا هذا المثال ممتع. نمط آخر مثير للاهتمام موجود في الجدول التسعة، وسأتحدث ربما لاحقا عن هذا. 9 ضرب 6 يساوي 54، هذا هو. 9 ضرب 7 يساوي 63، 9 ضرب 8 72، و 9 ضرب 9 81. لا أعرف إذا كان يمكنك أن تنطلق الآن، ولكن يمكنني أن أستمر في الواقع، ينبغي أن أكمل. حسنا، أعتقد أن هذا العرض قد أخذ مدة طويلة. أريدك أن تحفظ كل ما قمنا بفعله، لأن مثل هذه المسائل سوف تواجهك عما قريب في الدرس القادم. سوف أقدم جدول ضرب الأعداد ما بعد التسعة. أراكم لاحقاً.